مساء الفل عليكم. في حاجة عايزة اتكلم عليها النهاردة، وهي الانيميا او فقر الدم في الحمل. طب يا جماعة، علشان بس نبقى متفقين على حاجة، واحنا لما بنقول لواحدة خدي الحديد بتاعك او خدي كلي اكل غني بالحديد، ده مش عشان هي تقعد تقول لي مش قادرة اكل، او اصلا انا ما باكلش، او جوزها عشان يتحايل عليها انها بتاكل. لا، ده موضوع مهم جدا، ده موضوع مهم جدا، ممكن يؤدي لحاجات خطيره جدا اثناء الولاده او ما بعد الولاده. وعشان نبقى متفقين على حاجه، هو مفيش حد بيتاذي غيرك، يعني انت مولودك اللي في بطنك هو بيوصل له اكل وبيوصل له كل حاجه زي الفل، انت اللي بتتاذي. ايه هي مشاكل الانيميا؟ مشاكل الانيميا كتيره جدا. مشاكل الانيميا انها ممكن تؤدي لضعف شديد، اللي يؤدي بالاخر انك بتنقلي دم اثناء الولاده، ونقل الدم طبعا مشاكلها كلكم عارفين. ايه ازاي اقدر على قد ما اقدر ان انا اتفادى الانيميا دي؟ اولا انك تاخدي فيتامينات الحديد بصوره منتظمه من بعد 12 اسبوع، من بعد ما تعدي الثالث. ما ينفعش اخدها من بدري عشان اامن نفسي، بتاخديها لما الطبيب المختص بحالتك يقول لك هتبتدي دلوقتي تاخدي الحديد. ان انا لما اكل صح، افكر انا باكل ايه علشان انا عايزه اوصل حديد قد ما اقدر في جسمي. اولا العسل الاسود حاجه مهمه جدا اثناء الحمل، عالريق مش عالريق، في نص الاكل، بعد الاكل، تاخديه زي ما بتاخدي الحديد. في بعض الاحيان بنضطر نزود جرعه الحديد اللي بتتاخد، بنضطر نلجا لحقن حديد. ده مش غتات عليكي، ده خوف عليكي، وعلشان ما نلجاش لوسائل اكثر عنفا او وسائل ممكن تؤدي لضرر اكبر من ان احنا ناخد مجرد جرعه الحديد بتاعتنا، او بناخد ابر الحديد اللي هتزود نسبه الحديد في الدم. ايه اكل تاني ممكن يزود لنا حديد؟ الكبده، وما ينفعش ناخدها اكتر من مره في الاسبوع علشان بتزود فيتامين اي اللي هو ما هواش بنسبه عاليه مناسب قوي لحد الحول. ايه تاني؟ سبانخ، بنجر، تفاح، الحاجات دي كلها فيها نسب حديد عاليه وبتساعدك، مع طبعا الادويه اللي انت بتاخديها. هل ينفع اخد ادويه وانا مش باكل؟ مش هتعمل اي حاجه تانيه. هل الادويه بتاعت الحديد بتؤدي لامساك؟ في بعض منها بيؤدوا الى امساك، لكن في كتير قوي في السوق دلوقتي طبيبك المختص عارف حالتك ما بتؤديش لامساك. ارجوكوا يا جماعه، ارجوكوا الحديد اثناء. شكرا.